ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فاتحاد المستثمرات العرب هيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي اللي بيحمل عنوان الشباب محور التنمية، الفرص والتحديات، ويعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء بشرم الشيخ. يشارك في المؤتمر عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية لبحث آليات تحقيق شراكات وإقامة مشروعات استثمارية والتأكيد على أهمية التعاون العربي الإفريقي في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها دول العالم من أحداث معقدة. النهاردة هيتم البدء في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر منطقة أرض المعارض المنطقة الأولى، مسلسل رقم 3 و4 و5 المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى. النهاردة هتنظم محافظة المنيا احتفالية فنية وطنية كبرى تحييها فرقة التخت العربي على مسرح الديوان العام بمناسبة مرور 50 عام على انتصارات أكتوبر المجيدة، وهتقدم فرقة التخت العربي التابعة لدار الأوبرا المصرية مجموعة مختارة من الأغاني الوطنية التي تعبر عن فرحة المصريين بنصر أكتوبر وتغنى بها المصريين على مدار 5 عقود.